وله ايادي بيضاء كثيره على المجتمع الطبي في اسيوط، حتى هو لابس ابيض، مع انه برضه ما عزمنيش على المؤتمر اللي جاي وكده، بس زي بعضه يعني لسه يا باشا هديهم ما يعني. عزمناش ولا حد والله، انا نفسي ما عزمتش هو نفسي. هيتكلم على الرول اوف الفا لايبويك اسيد ان دايابيتيك نيوروباثي. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بحب أتوجه لبورد الجمعية المصرية، إلى جمعية القلب السكري دكتور مصر، دكتور منال، دكتور زبير، دكتور طارق، على دعوتي إن أنا أكون وسطيكم النهاردة. بحب أتوجه بالشكر للمنصة الكريمة، دكتور منال، دكتور غيدان، دكتور طارق، دكتور ماجد. سعيد بوجود معاكم النهاردة، وسعيد برضه إني شركة إيه بتدعيني إن أنا أتكلم عن بروجرام أو أتكلم عن موضوع مهم لينا كلنا الحقيقة. هتكلم عن الدايابيتيك نيوروباثي. طبعا دي مقدمة، طبعا الدايابيتس از جرويند ديزيز وكلنا عارفين ناس الكلام، لكن وات وي ار مينينج مايكروفاسكولار كومبليكيشن اوف دايابيتس. دايابيتيك ريتينوباثي، دايابيتيك نيفروباثي، دايابيتيك ريتينوباثي هي ذا ليدنج كوز اوف بلايندنس وورلد وايد. دايابيتيك نيفروباثي ذا ليدنج كوز اوف انستيجينال ديزيز، اند دايابيتيك نيوروباثي ذا ليدنج كوز اوف نون تروماتيك لور لونج امبيوتيشنز وورلد وايد. الماكروفاسكولار كومبليكيشنز ستروك موجوده معانا الدكتوره ده، و هارت ديزيز نمبر 1 كوز اوف مورتاليتي اول اوفر ذا وورلد، والبريفيرال فاسكولار ديزيز. ديفينيشن اوف دايابيتيك نيوروباثي، ذا بريزنس اوف سيمبتومز اند اور ساينز اوف بريفيرال نيرف ديس فانكشن ان ذا سيتنج اوف دايابيتس افتر اكسكلوجن اوف اذر كوزز اوف بريفيرال نيوروباثي. الحقيقه احنا في مصر هنا من اعلى البلاد في الانستنس اوف دايابيتيك نيوروباثي مع السعوديه. What do you know about the incidence of asymptomatic diabetic peripheral neuropathy؟ 20 30 40 50. تمام يا باشا طبعا. asymptomatic diabetic neuropathy بيمثل حوالي 50%، والكلام ده احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول الكلام ده، الكلام ده هيتضح فيما في السلايدز اللي جايه. 10% بس من الدايابيتس ممكن يحصل لهمش نيوروباثي، لكن 40% هاف سيمتوماتيك دايابيتيك نيوروباثي. وات ار ذا وات ذا بيردن اوف نيوروباثيك بين؟ واحد عنده نيوروباثيك بين طبعا كوست، يعني بيدفع فلوس عشان يخفف الالم ده. بين، لوس اوف فانكشن، ديبريشن، لوس اوف اندبندنس، كوست اوف هيلث كير سيرفيس على الدوله عموما، كوست سوسايتي. طبعا العيان بيحصل له نيوروباثيك بين، بيحصل له سليب ديستربنس، بيحصل له انكزايتي، بيدخل في ديبريشن، فيشيس سيركل من مال او ديس امبروفمنت ان ذا كواليتي اوف لايف. العيان هيحس بايه؟ هيقول لك يا ترى انا بيرنينج سنسيشن، حرقان، يا اما تنجلينج، مغزي، يا اما شوتنج دبابيس او الكتريك شوك لايك، حاجات كهرباء او تنميل، وهكذا من ديفرنت تايبس اوف سيمتوماتولوجي. احنا بس هنستعرض السلايد دي عشان نفهم المشكله فين. ده الالترا ستراكشر اوف ذا نيرف سيل، عندنا سيل بادي وعنده ويطلع منه دندريتك سيل، وفيها النيوكليس زي ما حضراتكم شايفين، بيطلع منها الاكسون. الاكسون ده بيمشي وبيتحوض بمايلين شيز. المايلين شيز ده بتعمله سيلز اسمها اتش 1 سيلز، وفي الاخر بتطلع منه الدندريتك اكسونال تيرمينال سيلز، ودي زي ما انتم شايفينها كده متشعبه. الحته دي مسؤوله عن النيورو ترانسميتر ريليس من النيرف سيل. النيورو ترانسميتر ريليس بيحصل مينلي باي ميتوكوندريا، فنفهم بس الحته دي. طبعا السيلز دي بتتجمع مع بعضها، وبعد كده تدخل حاجه اسمها تتجمع مع بعضها وتلم بعضها في حاجه اندونيوريوم، والاندونيوريوم مع بعضه يعمل بيريديوريوم، وفي الاخر يطلع البيريديوريوم
اليوريا وبعد كده تطلع البريميوريا ويعمل النيرف اللي احنا شايفينه بالشكل. لكن ده الالترا ستراكشر اوف ذا نيرفس. وات از ذا باث فيزيولوجي اوف بينس اند بين فور دايابيتس؟ نيوروباثي اول حاجه الدايابيتس بيعمل طبعا باث فيزيولوجي بتاعته اللي هي الهايبر جلايسيميا مع الاسليميا مع الالتر انسلين سيجنالينج، بيعمل لي مايكرو فاسكولار تشينجز وميتابوليك تشينجز. ندخل على الميتابوليك تشينجز الاول، ايه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل هايبر اكتيفيتي اوف ذا سيفرال باث ويز اللي هو الكوليول باث واي والجلوتامين والبروتين كايناز باث واي والادفانسد ديليكيشن اند برودكتس، بتعمل لي اوكسيديتيف ستريس وانفلاميشن وميتوكوندريال ديسفانكشن. فكلمه بس احنا انا هركز بس على كلمه ميتوكوندريال ديسفانكشن، لان احنا قلنا الترانسميتر بيحصل نتيجه ايه بقى؟ نتيجه مين المسؤول عنه؟ الميتوكوندريا. فهي المشكله كلها في الميتوكوندريال ديسفانكشن مع الاوكسيديتيف ستريس والانفلاميشن. ندخل في حته ثانيه بقى اللي هي المايكرو فاسكولار تشينجز ديكريز ان ذا بيرفيوجن اوف ذا نيرف، يعني بلاد بيرفيوجن، وبيحصل بعد كده حاجه اسمها نيرف سكيما. ايه اللي بيعمل النيرف سكيما ده؟ بتعمل ستراكشر اند فانكشن التريشن في البريفرال نيرفز. يبقى انا عندي مشكله ان هي الاوكسيديتيف ستريس والانفلاميشن والميتوكوندريال ديسفانكشن ده هياثر لي على الاكسونال، يعني هيعمل لي اكسونال ديجنريشن للنيرف، وبعد كده المايكرو فاسكولار تشينجز هتعمل لي دي مايجنيشن للنيرف، يعني هتعمل لي ستراكشر ابنورمال كلها في النيرف. فاحنا كده بنتاكينج بتو ديفرنت بارت، يا اما انا هيبقى في ميتابوليك ستريس اوكسيديتيف ستريس والميتوكوندريال ديسفانكشن وسكيميا ات ذا سيم تايم نتيجه المايكرو انجيومات اللي بيحصل مع الدايبتس. هيؤدي مع طبعا في جينيتك فاكتورز، مين اللي هو يحصل له نيوروباثي او مين ما يحصلوش. في طبعا ريسك فاكتورز فور ديفلوبمنت اوف بينفول دايبيتك نيوروباثي، الجينو تايب، الجلايسيميك بيردن، الاوبيسيتي، الفيميل جنتر، كل دي فاكتورز بتحدد مين هو اللي هيدخل في بريفرال نيوروباثي ومين اللي هيدخل في بينفول ومين اللي هيدخل في بينلس. ده طبعا الحته اللي انا بتكلم فيها من شويه، لكن What are the risk factors for diabetic neuropathy؟ طبعا في موديفايبل ريسك فاكتورز اقدر اغير منها اللي هو الجلايسيميك كنترول، وده اهم حاجه على فكره، اهم حاجه في المانجمنت اوف دايابيتيك نيوروباثي از جلايسيميك كنترول. وبعد كده هشوف العيان هو في اسليميا ولا لا، ولا هايبرتنشن ولا لا، والبادي ماس اندكس، وهل هو الكحول درينكر ولا هو سموكر. وبعد كده اللي هو النون موديفايبل ريسك فاكتورز مش هقدر العب فيها، اللي هو الاونست اوف دايابيتس، واحد عنده 20 سنه عنده دايابيتس غير لسه عنده سنه، وفي جينيتك فاكتورز. الكلاسيفيكيشن اوف دايابيتك نيوروباثي اللي هو في نيرف تايب افكتد، في سنسوري اوتونوميك اند موتو، وفي سايد نيرف انجري سواء كان فوكال مالتي فوكال او جنراليزد، وفي الديزيز تايم كورس اللي هو الاكيوت او كرونيك. كلها دي كلاسيفيكيشن اوف دايابيتك نيوروباثي، لكن باي فار ذا موست كومن تايب اوف دايابيتك نيوروباثي ان ذا بريفرال سنسوري ديستال سيمتريكال بولي نيوروباثي، زي ما قلنا برضه يمكن دي الفاليو اوف جلايسيميك كنترول. لو انا عملت جود جلايسيميك كنترول طبعا هاخد 21% ريدكشن من ريليتد ديثز و14% ريدكشن من الانسولين، لكن هاخد 37% ريدكشن اوف ذا مايكرو فاسكولار كونتريشن، وطبعا في 43% ريدكشن اوف ذا امبيوتيشن اوف ريليتد ديثز. ده لو 1% ريدكشن بس في الوانسي. المانجمنت انا فاضل لي 6 دقايق. المانجمنت اوف بريفرال دايابيتيك نيوروباثي طبعا نيوروباثي باث فيسيولوجي، في باثوجينيتيك بروبلم وفي سيمتوماتيك بروبلم. الباثوجينيتيك بروبلم دي انا هحاول اتكلم عن الاوكسيديتيف ستريس، وهتكلم عن الانفلاميشن اللي اتكلمت عليه من شويه، وبعد كده هعمل سمبتوم ريليف. طبعا العيان يعني بيتالم مسكين، فلازم ايه اديله حاجه سيمتوماتيك، لكن في الاساس انا عايز يعني اتاكينج الباثوجينيتيك بروبلم بتاعتي. الابروتشز اوف تريتمنت اوف دايابيتيك نيوروباثي، في طبعا رقم واحد اوبتيمال دايابيتيس كنترول، ورقم اثنين زي ما حضراتكم شايفين اللي هو الباثوجينيتيك اورينتد تريتمنت، وبعد كده سيمتوماتيك تريتمنت. انا هدي العيان ده سواء كان جبل حد ايه جبابنتين حد ايه اس ان ار اي انهبيتور زي اسيتون نور بريفرنج ريابتيك انهبيتور وهكذا. ايه هي ترى الباثوجينيتيك تريتمنت بتاع العيان اللي انا داخل بيها اللي هو الالفا لايبويك اسيد؟ ايه هو الالفا لايبويك اسيد ده؟ ذا موست ويل ريسيرش نيوتريان فور بريفرال نيوروباثي هاز بين يوزد از ا تريتمنت فور بريفرال نيوروباثي ان يوروب فور ديكيدز. يعني هو
ده اقوى انتي اوكسيدنت بيشتغل فيه سواء كان فات سوليوبل او ووتر سوليوبل. بيشتغل ايه بقى؟ بيجي هنا بيعمل ايه؟ بيعمل بيتا الكينيشن وبيعمل انتي اوكسيدنت ريجنريتور وبيشتغل على الانتي انفلاماتوري كانتي انفلاماتوري واسكافينجر فور ذا رياكتيف اوكسيدنت سبيشيز. هو بيشتغل يعني باختصار كده الالفا لايبويك اسيد بيشتغل على الفري راديكلز اوكسيديتيف ستريس ك ذا موست باورفل انتي اوكسيدنت. الفري راديكلز دي فيها بروتون بيبقى عايم كده في انسايد ذا بودي، هو بيروح يعمل ستابيلايزيشن للبروتون ده وبيحول رياكتيف اوكسيدنت سبيشيز وبيحول الفري راديكلز الى نون توكسيك ماتيريال، بيحولها لميه زي ما بيقول بيحولها لميه. فاحنا بنتخلص من الفري راديكلز وبصوره امنه ما بتعملش اي هارم او اي حاجه زي كده. فانا الاساس بتاعي ان انا باي ذيس ميكانيزم باي انا اتاكينج اللي هي المشكله بتاعتي في الاول اللي هي الميتوكوندريا ديسفانكشن. هي مشكله الرياكتيف اوكسجين سبيشيز فري راديكلز ان هي بتروح تعمل بتدمر الميتوكوندريال سايتس في الاكسونال دندريتس او التيرمينال اكسونز at the effector sites of the pain receptors. فاحنا بنشيل الحته دي. بالاضافه الى طبعا البنفوثيامين مع الالفا لايبويك اسيد. البنفوثيامين ايه هو ده؟ ده ديريفاتيف من او سينثيتيك ثيامين. ايه فائدته؟ هو لايبوفيلك ديريفاتيف اوف ثيامين اند هاز ذا فولوينج ادفانسز اوفر الثيامين. ايزي انتستاينال ابسوربشن ورابد باسيت ثرو ذا بلاد برين بارير اند شيز. الميجر باثويز اوف هايبر جلايسيميك دامج اللي هم البولينول باثوي والهكسوزامين والبروتين كاينيز سي و ادفانسد كونكشن ان برودكتس. احنا بكومباينيشن ما بين الالفا لايبويك اسيد ما بين الليمفوثيامين احنا بنبلوك الميجر هايبر جلايسيميك باثويز فور دامج او اوكسيديتيف ستريس. كل الجايد لاينز ابروف الالفا لايبويك اسيد ريكومندد باثوجينيتيك تريتمنت حتى في الجيرنال جايد لاينز 18 بيبس بولاند جايد لاينز. الالفا لايبويك اسيد عند كاربامازبين الفا لايبويك اسيد برضه نوت ابروف فور تريتمنت اوف برين فول دايابيتيك نيوروباثي ماي بي افكتيف اند كونسيدر فور تريتمنت اوف برين فول دايابيتيك نيوروباثي. لكن الاساس انا بحاول ان انا ادخل الفا لايبويك اسيد من البدايه لان طبعا حضراتكم عارفين او حتى الجايد لاينز بتقول كده ذا تشويس اوف تريتمنت اوف ديستانت سنسوري بولينج نيوروباثي رقم واحد لايف ستايل رقم. الحاجه اللي بعد كده ان انا حتى لو العيان هو اسيمبتوماتيك او مايلد تو دايابيتيك سنسوري بولينيوروباثي لازم ادخل بالالفا لايبويك اسيد از باثوجينيتيك اورينتد تريتمنت فروم ذا ستارت. انا مش هستنى العيان لحد ما يحصل له سيمبتومز عشان ادخل بالالفا لايبويك اسيد. لا، وانس ذير از تايب 2 دايابيتيس مايكرو اوكسيديتيف ستريس شغال من بدري. احنا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا ممكن العيان التايب 2 دايابيتس بريزنت اونلي باي مايكروفاسكولار كومبليكيشن، واحنا للامانه بنأسس يعني المايكروفاسكولار ستيت على بعض. يعني ما ينفعش ان العيان يبقى عنده ريتينوباسي عنيف وفي نفس الوقت يبقى عنده نيوروباسي قليل، ما ينفعش يبقى عنده نيفروباسي مثلا جريد يعني ادفانس ستيج اوف نيفروباسي من غير ما يبقى عنده نيوروباسي. فهتلاقي الامور كلها ماشيه. فانا مش هدخل بالفا لايبويك اسيد بمجرد العيان انا اشتكي، لا انا عايز ادخل بيه بدري. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ان الابروف الجايد لاينز الفا لايبويك اسيد افكتيف الفا لايبويك اسيد اون سيمبتومز اند كواليتي اوف لايف بيشنز ويز بينفول دايابيتيك نيوروباثي ذا ورك ديسابيليتي سوشيال لايف family life مثلا لا حصل لها ماركت امبروفمنت مع دي. طبعا ديفرنت ستاديز سيكوت ترايل بتاسس الافيكاسي اوف الفا لايبويك اسيد في مانجمنت اوف اسيمبتوماتيك بريفرال نيوروباثي. وهنا برضو المثال برضو بتاسس السيفتي اوف الفا لايبويك اسيد على مدار 4 سنين. العيان ما حصلهمش بروجريشن فور دايابيتيك نيوروباثي وما حصل لهمش برضه اي هارم تو اوف الفا لايبويك اسيد. الكونكلوجن بتاع الانسان قال لك ان هو هير الفا لايبويك اسيد مايل تو مودريت دايابيتيك سنسوري
اللي هو results clinically significant improvement او prevention of progression of neuropathy. الالفا ليبويك اسيد is a potent antioxidant toxicity has been studied in different types of neuropathy, even happened in cancer, pain, chemotherapy, neuropathy, neuropathy, pain of multiple sclerosis, take home message, alpha lipoic acid is a very strong antioxidant and it is recommended as a pathogenetic treatment in patients with diabetic neuropathy and should be initiated as early as possible in patients with diabetes. And thank you. I hope that I'm going to start. شكرا دكتور احمد على المحاضره القيمه. في الحقيقه احنا عايزين نعمل لك يعني انتداب عندنا في قسم النيورولوجي من كتر ما انت شرحت الدايبيتك النيوروباسي بطريقه سلسه والباثوجينيزيس وكل حاجه. هو انا ليا كومنت بس بعد اذن حضرتك. بالنسبه للدايبيتك نيوروباسي الريكومنديشنز بتاعت الالفا ليبوك اسيد هتديه فوريفر ولا في بعض الكوشس اللي هتقولها للعيان لما تبقى ديسكرايب ات فور ريفر لان هو المشكله انها عندنا حضرتك الميتابوليك ستريس مش هيخلص. احنا العيان اوريدي دايابيتك وانس ان انا يعني البروسيس شغاله من الاوكسيديتيف ستريس والميتوكوندريال ديس فانكشن هيحصل فاحنا اصلا يعني بيحصل يعني سونر اور ليتر مي هيحصل لكن احنا الفكره ان احنا هاو تو ديلي initiation of diabetic neuropathy أو how did to delay العيان يدخل في symptomatic diabetic neuropathy. بالظبط. هو في الحقيقه انا سالت السؤال ده عشان عايزه اسمع الاجابه دي لان جاست الباثوجينيسيس ما بدا بتاع الدايبيتك نيوروباثي او الكومبليكيشنز خلاص تيز كونتينوس. هو الحاجه الثانيه الفيتامين دي انا بلاقي كل عيانين الدايبيتس ماشيين بفيتامين دي ف ايه راي حضرتك الريكومنديشن؟ لازم العيان ياخد سبلمنتري دوز من الفيتامين بي 12 فور يعني ريجنريشن اوف ذا نيرف مايلين شيز. ولازم العيان برضو يعني لازم ياخد التوتال الديلي سبلمنت منه. لكن اللي بيحصل ان احنا بنلاقي في ناس كتير اوفر يوز طبعا فيتامين بي 12 هو كمان ريكومندد في الفيتامين بي ان انا ما ادهوش فور لونج تايم ولا فور ايفر لان للاسف بيبقى ليه كومبليكيشنز ليتر اون وهايبر توكسيسيتي وبتؤدي لمشاكل اخرى في النيورولوجي. فهو ريكومندد ان انا اديه 3 مانس وبعدين اعمل ستوب واشوف الامور كونتينيوس ولا ايفن لو حتى في دايابيتك نيوروباسي. لكن بالنسبه للالفا ليبوك اسيد فور ايفر. شكرا دكتوره. اتفضلي يا دكتوره. كلام حضرتك فعلا في الفيتامين بي مسيوز. احنا دلوقتي بدانا نعمل السيرم ليفل للفيتامين بي 12 زي ما بنعمله للفيتامين دي وبنلاقي ناس كتير بال 3000 وبال 2000 وجاي يشتكي من نيوروباسي وكل ما يشتكي نروح مدينه. ده في ناس بتدي دول فيتامين بي في الروشتة. لا زي ما حضرتك قلتي هو فعلا لايبويك اسيد فور لايف لكن الفيتامين بي لازم يبقى كنترول. شكرا يا فندم. مرحلة البريفرنت نيوروباسي في الدايابيتك بيشنت وانس ابتدت هل بروجريسيف ديزيز زي ما قلنا؟ طب في مرحله في الريفرسابيلتي ان انا وانس ان انا ابتديت ايرلي ان انا اقدر اعمل ريفرسابل للمرحله دي يعني ارجع للنورمال ولا وانس هي ابتدت هي بروجريسيف خلاص حتى ايفن لو انا خدت الفا لايبويك اسيد؟ يعني it is better to start early عشان اوصل لمرحله الريفرسيبيليتي. زمان ان مفيش ريجنريشن للنيرف سيل، لا الكلام ده مش حقيقي، احنا فعلا بيحصل ريجنريشن مع الدراجز اللي هي بتساعد على الريجنريشن سواء كان المايلين شيز او الاكزون او النيرف سيلز اتسلف بيحسن طبعا الكونديشن. فعلا في عيانين بيبقوا وصلوا لمراحل متقدمه من خصوصا الدايابيتك بريفرال نيوروباسي اذر تان تايب لا ده في مشاكل ثانيه، لكن في النوع ده العيانين ممكن بيرجعوا نورمال تماما بيتحسن الموتور والسنسوري
وبيبقى الامور كويسه جدا. جاست ان انا اعمل كنترول زي ما دكتور احمد قال، اعمل كنترول اهم خطوه، لازم البلاد شوجر بتاعه يبقى كنترول مع التريتمنت، الاذر تريتمنت اللي بيحسن الريجنريشن، العيان بيرجع نورمال تماما. الاحسن ان انا ابتديها بدري في الايرلي دايجنوز للدايبيتك بيشنت، على اساس ان انا يعني ما اكونش وصلت على اللونج ران مع اللونج ديوريشن اوف دايبيتس. وانس خلاص النيرف كده افكتد جاست بيجن، يبقى لازم تبقى، عشان كده محتاج العيان ان انا اعمل له فولو اب، مش بس ان انا لما بيجيني العياده اشوف الليفل بتاع الشوجر بتاعه ابدا ادور، لان احيانا زي ما دكتور احمد برضو تفضل وقال ان العيان بيجي بنيورولوجيكال مانيفستيشن هو مش حاسس بيها، يعني سنسوري ومش حاسس ان بدا السنسوري افكتد، ما بياخدش باله طبعا من الحاجات البسيطه دي غير عين الدكتور. عين الدكتور بتلاحظ، بيعمل اسيست للبوينت المختلفه، فيبقى ديتكت ايرلي. طبعا ايرلي ديتكشن اوف ذا بيشنت ايرلي تريتمنت، الريكفري بيبقى احسن وربي. يعني ده اللي بيرفرينوبس، يعني سواء دايبيتك او نان دايبيتك، يعني لو واحد عاني بيرفرينوبس تاني جينيتيكالي مثلا، هل ده ينفع برضه في سيتوزيد هيجيب نتيجه ويحصل ريفرسبل زي ما حضرتك بتقولي ولا لا؟ لا بس الدايبيتك لكن في اذر تايب زي الكرونيك انفلاماتوري دي مايلينيتنج بولون يوروباسي، ده للاسف بيبقى بروجريسيف، حاجات بتبقى جينيتك وبتبقى الامور بروجريس، جاست ممكن يساعد شويه، يعني هيساعدني شويه، لكن ان هو يعمل ريجريشن او ستوب للبروجريشن لا. احنا نستغل بس وجود الدكتوره غيداء معانا وتوضح لنا، بما اننا في جمعيه سكر وكده، ايه هي الكلوز اللي ممكن نستخدمها في الدياجنوز عشان تو ديفرنشيت بين الديابيتك والنون ديابيتك نيوروباس؟ يعني في حالات فعلا بنكتب لها ودايابيتك وما بتتحسنش، فهل الديابيتولوجيست يفضل يكتب، ولا في الحاله دي انا طبعا بفضل ان يشوفوا حد نيورولوجيست عشان نقدر نفرق ازاي ما بين الديابيتك والنان دايابيتك نيوروباس؟ طبعا هو يعني سؤال حضرتك مهم جدا، عشان نفرق بين الدايابيتك والنان دايابيتك لازم بنعمل نيرف كونداكشن ستادي للعيان. النيرف كونداكشن ستادي ده بيوريني التايب بتاع النيوروباسي انهي تايب فيهم. احيانا بناخد سامبل سايز، يعني باخد عينه من العيان من النيرف وهي متاحه هنا في جامعه اسيوط وقسم الباثولوجي، وكانت في رسائل مشتركه بينا ان هم بيشوفوا التايب بتاع النيوروباسي ده ايه، لان هو في الحقيقه البريفرال نيوروباسي ده مالتيبل كوزز، وان منهم بس الدايبيتك. احنا احيانا بنكتشف الدايبيتس في عيانين جايين لنا بريفرال نيوروباسي هم بيبقوا مس دايجنوزد اساسا ومش عارفين ان هم دايبيتك. الاي بي سي بالنسبه لنا احنا كنيورولوج ان انا ادور على الدايبيتس. بالنسبه لحضراتكم العيان هو دايبيتك اوريدي، بس مثلا عملت اديله تريتمنت ومفيش ريسبونس، ممكن يبقى كومبايند وذ اذر تايب، يعني ممكن يبقى في كومباينيشنز بين الدايبيتك بولينيوروباسي والاذر تايبز اوف بولينيوروباسي. في الوقت ده بنعمله بقى ان احنا نبقى بروسيد في الديفرنت انفستيجيشن المختلفه.